مطعميه كتير بصير كسلان مثل اولاد الاكابر. قولك هيك؟ قولك ايه اكيد هيك، لو ما انا هربت من البيت. إذا فكرتيني حمار. شو يعني ما فهمت؟ ليكي أختي، أنت من أمتى بتخبي على خيك مغامراتك العاطفية؟ شو القصة؟ بطلت كول؟ بلا مش هيك، بس ما في شي عن جد. إيه مزبوط، ما في شي. ما في شي وأنا حمار. فراس عن جد ما في شي. ولا أنت خبرني. وأنا كمان ما في شي. مرتاح لطلعتك على من الحساب. ما بعرف قولك مكتوب بشرفك. هلا انت اللي بتآمن بهالقصص؟ صدقيني ما بعرف بشو بدي آمن. ضايع الطاسه براسي. مش ضايع الطاسه ولا شي، بدك تنسيها وبس. عم تحكي كأنه بعدني بحبها.
معك حق، أنا بعدني بحبها. أنا طالع من البر مع الحصان. سوء مهلك. ما في، ما دي كابوتاب. مريم وين رايحة؟ رايحة أنا وسارة على السوق. سارة مرقة تاخدك؟ لا، رح تلاقي لي على السوق. وينه أندري؟ ما تلفنتي له؟ بلا، ما عم بيرد. غريب، أنا بدي أقول له. لا لا، بتعرف شو داد؟ بدي 5 دقايق من هون للسوق، رح آخذ تاكسي وبترجع سارة بتردني بسيارتها. طيب، فإذا أنا بوصلك. داد، بدي 5 دقايق، خلص مش مصيبة، يلا باي. باي. شو سلقت بهالشوبات ولا بعد؟ آخ، العطرة عالشغيلة، شوب كتير وشغل كتير. امبارح وحدة وقعت وغابت عن الوعي هون. كم شغيلة زيادة لازم نجيب؟ عالقليلة قد اللي عنا، وقال ما رح نقدر نقطف هالعنب كله ونصرفه قبل ما يهترق. المشكلة انه شغلهم السنة صعب، وتنظيف العناقيد من الحبات المضروبة بياخد وقت كتير. ايه، صاحب الارض بده يدفع كثير اكثر ما بده يحصل، ومثل ما شايف انا ما راح يقدر يبيع نص المحصول اذا حظه منيح. يا عمي شو قصتك؟ ما الجماعه عازميننا على الغدا، تاخرنا. ما بدك تمرق على البيت تتحمم بالاول؟ بلا بلا، يلا يلا يلا. يا رب. مازموزيل عالزلقة. بسام، شو عم تعمل هون؟ يعني فيك تعتبري انه بخلي سيارتي تاخذني مطرح ما قلبي بيدلها. وين واصلة؟ عالداون تاون. قديه؟ بعمل لك سعر، ما تعطلي هم، تفضلي. صراحة ما رح اطلع معك غير ما تقلي قد السعر. طيب بوسي عالخد منيح؟ اي خد منه؟ الايسر، هو داعي حب وسلام. على كل حال انا ما رح اعزبك، مشوار صغير هون قريب. ولك عزبيني قد ما بدك، انت ما تعطلي هم. شو صار معك؟ تركت الشباب ببيروت عم يمسحوا الضاحية. ضاحية؟ لشو الضاحية؟ انه ابن حسين وين بده يوديها غير على الضاحية؟ هلا انت سمعت هالشي ولا من راسك؟ سمعنا شي والشباب عم يتأكدوا منه. بيي بهاليومين ببين معنا. ومين عنا بالضاحية؟ عنا؟ شو مفكر الضاحية ملك بيون؟ بيضل عنا ناس كل يومين وببين معنا. ان شاء الله. بيي بساعدك شي بالمحل؟ لا، بتم منك شايف كل النهار ما فات زبونين. طيب رح اطلع غير تيبي وروح شوف خالد، الا ما يكون طلع معه شي جديد. ليه عمر، خالد بالتهديد ما رح يطلع منه شي، حاول احكي معه بالهداوة ممكن يطلع منه شي معلومة مفيدة. قول الله بيي، ان شاء الله خير. خير. Thank you.
ميرسي على توصيلي بسان. بتعرفي لك شي محل ببيع قمصان حلوة هون؟ عايز قمصان؟ وما عندي جنس الذوق فيهم، ولك ولا مرة عرفت اختار قميص لإلي. طيب بدك تجي معنا نشتري لك قمصان أنا وسارة؟ ست عيون أحسن من اثنين، ما هيك؟ شو؟ بتصف هون؟ لا ميرسي، مش ناوي يطرقوني زبط يكلفني معاشي. معاشي تبع دروس الخصوصية. دروس خصوصية؟ بشو؟ بعلم الجيولوجيا. اوف عن جد؟ ليش مني مخبرك انه حد الطب البيطري دارس جيولوجيا طبيعية واختصاصي الزلازل والبراكين. بس نحنا ما عنا زلازل وبراكين بلبنان. اوه نحنا اللي عنا، ارضنا على نار خفية عم تغلي 24-24، ما حدا بيعرف ايمتى بتنفجر. هلا عم تمزح ولا عم تحكي جد؟ هلا بدك تقولي لي منك عارفة انه بيروت اتدمرت 7 مرات بسبب الزلازل؟ بلا، بس انه يمكن هيدا شيء كل العالم تعرفه؟ ايه وانا بعرف المرة الثامنة. طيب يلا روح روح صفوني. شو يا فاطمة؟ ما دقتي ورا العريش؟ إلك بالعادة تحبيهم شغل إيدين تمارا؟ تسلم توفيق، مش جوعانة. هيك صار لها من وقت اللي صارت القصة مع مهدي لا بتاكل ولا بتشرب، وكأنه هالصبي صار له شيء لا سمح الله. لا يا فاطمة، ما بصير هيك. مهدي شاب. هلا صحيح اللي عمله بوجع الراس، بس انه بالاخر الرجال بيتحمل مسؤولية حاله ومسؤولية اللي اخذها. ما اختلفنا، بس مهدي راكب الطموح بعقله ومش عم يعرف يهدي راسه على كتافه، وكل يوم بيطلع لي بفكرة من ميل وشغلة من ميل ومش عم يقتنع. معلش يا حسين، خليه يحقق طموحاته واحلامه. الانسان اللي ما بيحلم بيموت، واللي بيحلم كتير ما بيعيش مبسوط. انا مش ضد انه يحقق طموحاته ابدا، بس من وين؟ أنا ماني قادر ساعده ولا أعمل له شيء، وخايف إنه ييأس هالصبي قبل ما يوصل لعمر 30 يا أبو علي. ما تخاف ما تخاف، وإذا أنا وتمارا فينا نساعد بشيء ما توفرونا. يخلي لي إياكم. نحن مش عتلالين هم يتحمل مسؤوليته مهدي، نعرف إنه بيحبها لعايشة وأكيد عم يهتم فيها إن شاء الله، بفتكر إنه كتب كتابه وما عندي شك، بس نحنا خايفين من هيدا خيال أخوة عمر. إنه شو بده يعمل يعني؟ ربك بيعرف، زعران هالشباب اللي معه. لو بدهم يلاقوهم كانوا لاقيهم. بكرة بيروقوا هو وبيو وبيبعتوا خبر للبنت إنه عفيوا عنا وسامحوها وبيباركوا لهم. في زبوني برا عم تقول انه السحر ريحته زنخه. والله ريحته فل. عم اقول لك زبوني عم تقول ريحته زنخه. اي زبوني؟ يلا مشي معي مشي لنشوف. خلصت بس عم كذب. بس يلا كل واحد يرجع شغله. يلا
مهدي ما تقعد عقلك ليه؟ هو مزاج هيك بدل معصب. خليه ياخد حبه قبل ما يجي على الشغل لكان. نزل لعي بريكس شوي. ما الجلادي بدي روح على البحر. الصبي بيعشق البحر، اقعد ما اقعد. بيزهق الصبي هون. لو عنده اخوه كانوا تسلوا ببعضهم. الله العاطي يا فاطمه، الله العاطي. ما اختلفنا سبحانه وتعالى. بس انه يعني لو يا فاطمه ما تتدخلي بشغله ما بتخصنا، ما تتدخلي فيها. هي توفيق، وين صار مشروع الزرع؟ بعده معك هذا الشاب الدكتور؟ في راس؟ عسلامته والله. مشروع ماشي وقريبا بنبلش نفلع. وحكيتوا مع المهندس وزبطتوا الخرايط وكل هالامور هاي؟ كل شيء جاهز. وهديك الليلة راحت تمارا هي وفراس على عشا جمعية الصناعيين وتعرفوا على القنصل الفرنساوي وعملوا علاقات عامة هيك مشان تصدير نبيد بعدين على فرنسا. جوزي بلش بتصدير نبيد قبل ما يزرع العنب، وأنا ماني متأكدة إنه هالمشروع رح يقلع أصلا. بيقلع بإذن الله، بيقلع تمارا. منقوم نشرب قهوة بجنينة؟ يلا يلا مشي معنا عليك. والله شكله جوزي مغروم بفراس أكتر ما أنا كنت مغرومة فيه بأيامي. كيف يعني؟ شو؟ شو شو؟ يعني إنه بتحكي أنت وياه بيسألك شي؟ إيه عمتي بيسألني، بس تأخر بسؤاله ما بتعتقدي؟ وأنا ما رح أعطيه جواب صريح لو بده يفقع قلبه. إيه معك حق، قديش هو فقع لك قلبك؟ خرجه. شرفنا. حضرتك ميرسي. جاد صاحبه الانتيم لفراس، اصحاب من انه وصغار وحافظ اسراره واحلامه كمان. شفني بسام وقفه على الطريق ناطره تاكسي، ايه موصلني ارخص من التاكسي. مش بس ارخص، انت طلعتي لك شي مره بتاكسي لبناني وشايفك كيف بسوقه؟ مثل سواقات كل اللبنانيه بالبلد نفس الشيء. هلا هيك ما اختلفنا، بس انا لما تكون ميريا معي بالسياره بسوق على اقل من مهله. حياتها عزيزه كثير علي. ايه وينو صاحبنا اليوم؟ بعده بشوف. ايه عند اهله، طالعين انا وبابا بكره نتغدى عنده، بيو عزمنا على الغدا. انتو كمان؟ نحن طالعين، بيو عزمنا. بنشوفك بكره على بيت شاب يعني. انا فكرت انه يعني مش الظاهر انه الخطوبه بكره. اساسا اهلي واهله مثل العائله، يعني ما حدا رح يعرف شيء، ما هيك؟ فراس كله مفاجآت أصلاً. مزبوط. شو؟ عم تعملوا شوبينج؟ أنا بحاجة لكم قميص، فقلت لها لميريام إذا فيها تجي معي. أنا نازلة أنا وسارة على السوق، وبسام رايح لوحده يجيب أغراضه. أوكي. طيب، بشوفك بكرة لكينا؟ إذا قدرت. أوكي. شرفنا عن جديد. حضرتك ميرسي. يلا بإذن. باي جاد. زعلتي مني؟ إذا قصدك تحرجني تصير حبك، إيه منك فهم شي. بعتذر بس ما كان قصدي. بلا، ويمكن بفهمك، بس هيدي منا أحسن طريقة، وعلى الأرجح هالطريقة ما بتزبط. أنت قولي لي بس شو الطريق لأوصل لقلبك وأنا مستعد أمشيها، حافي راكع ما بهم. بسام، قلت لك أنا بحب فراس. بس أنت مش عم تقطعي لي الطريق نهائياً، وهيدا الشي بخلي عندي شوية أمل إنه بسام، أنا بعتذر إذا أعطيتك أمل كاذب. ما كان قصدي. ميريام برجع بفوت على الجامعة وبتخرج منها حكيم وبتكوني فخورة فيه، بس مهم انت تكوني مبسوطة. يمكن افضل انه ما بقى نشوف بعض،
عن جد بعتذر منك بسام، بس يمكن افضل ما بقى نحكي. باي. زعلتي من حكي فاطمة؟ لا ابدا، مش مشكلة، طبيعي تحكي. يعني ما زعلتي؟ لا، بالنهاية عمتي وتعودت عليها، المهم انت ما تكون زعلت. نضال شوي اشوف زبون جديد وليش. مين؟ صالح لفريد بيك، اشترى حصان لابنه صغير وبده ياني ندربه عليه. مين صالح؟ صالح جوز بنته الكبير اللي ساكن بعجرتون. هلا طلع عجرتون؟ لك لا، رايح هلا على الشويفات عنده شقة هون. شي نص ساعة بس وبرجع. معشى معه؟ لا متعشى صار. هيك حاطين على ابني من دياتك ومتعشى انا وياك. نص ساعة ساعة مش أكثر. شو ما خلص المسلسل بعد؟ طول بالك يا كامل، بدي اشوف شو بده يصير. شو بده يصير؟ صرت بالحلقة 325 وما صار شيء. لازم يرجعوا يشجعوا الانتاج المحلي بالتلفزيونات. ما بيصير هيدي سياسة تركية مبطنة لأحياء الأمبراطورية العثمانية وإعادة بسط سيطرتها على شعوب المنطقة. خلصوا له كامل بشرفك. أنت مش من رأيي؟ هالمرة بوافق الرأي. نحن اليوم من دون ما نحس بنص صراع السلطة والهيمنة على المنطقة بين العثمانيين والفرس. أنا كنت مفتكرة أنه صراع بين الأمريكان والفرس. لا ماما، الأمريكان مع الاثنين وضد الاثنين، أهم شيء مصالحهم بالمنطقة. شفت إنك مسيس خلقة؟ عم بقدر فوت على إيميلي. عشو ماما؟ بريد الإلكتروني. عم حط كلمة السر تبعي بس مش عم بقدر فوت عليه. فريال؟ ظاهرة؟ لا هون. هون وين؟ عندي كم غرض بدي اجيبهم بعوزتهم. رايحة تشوفي حدا؟ ما حدا. رايحة تشوفي جاد؟ جاد؟ هلا بيسوى تخبوا علاقتكم لفترة من الزمن، بس مش بالضرورة تخبوها عنا. أنا صرت أعرف با وخيك. ما في راس وجاد با أصحاب مثل الأخوة، بتعرف أنت من هنا وصغار. ما بدي تتخربط علاقتهم، بركي أنا وجاد ما مش الحال يعني، عرفت كيف؟ وين رايحة تلاقيه؟ هون با بقهوة قريبة فشخة. طيب سوقي على مهلك وما تتأخري. باي باب. باي. خي عمر. خالد جواب؟ خالد مشغول، بتحب توصل له شي رساله خي عمر؟ بحب تبعد عن طريقي احسن معك. احسن من شو خي عمر؟ وقف! لا شوفك! وقف! هلا هاد! هيك صارت ايه؟
صافين كلكم مع هالكلب اللي خطف اختي. يا عيب الشوم عليكم شو طلعتوا بلا اصل بلا وفا ولك فوح عرجال. لك لك تلهم خي خالد صحتنا لك ايه صلى يستر اذا لقيهم هيدا شو معقول يعمل ليش بتعرف اني وين لا والله ما بعرف شيء ما بعرف وين ساكن ولا شو عم بيشتغل يحكي لي من فتره للتاني بيطمني وبطمن اهله ما بيقول لي شيء مروان ايه على الطريق جاي يلا يلا انت اذا وصلت قبل الفوت ترني جوا اوكي يلا باي مبوطين علي جماعة خالد ومنعوني فوت على قهوة ليش يا خالتي؟ شو ليش يا خالتي؟ لأنه بطل في رجال بلبنان كلهم خوانع فيك تروق وتخبرني شو فيه؟ بي عم خبرك شو فيه شحطوني ولاد الكلب من القهوة بس ما بيكون اسمي عمر لما فجرت له قهوته باللي فيها دخيلك يا عثمان روح احكي وروق شوي بنكون منصيبة مصير باثنين روقي روقي كله كلام فاضي كلام بالهوى ما بيطلع من أمره شيء صبي شاي بعد ما زبط عم جرب غير كلمة السرطة قدر فوت عليه ما عم بيخليني الظاهر حدا خرق لي اياه شو يعني ماما؟ يعني عصر الانترنت ماما بطل فيه خصوصية لحد شو زعيم؟ وينك؟ انه بالشغل وين بدي يكون يا صديقي كيف صرت؟ في حدا حدك؟ ايه بس مش مشكلة يا خيي تلفنت لفريال ايه مرد علي بيك ايه قال لي اذا بتجوا الاحد لعنا على الغداء انتوا اهلك قالوا لك شيء فرجعت تلفنت لفريال انا اوكي سالتني اذا الاحد جاي انا اللي لعندكم على الغداء قلت لها اذا هالشيء بيزعجك بلا اوكي يا خيي اساسا ما في شيء بيناتها واحد يزعل من الثاني وهيدي مش اول مره بيجوا اهلي لعندكم على الغداء عرفت كيف ايه بس هي ليش اساسا ليش شو ما انت يا حبيبي ما عم تخبرني القصه مظبوط كرمال هيك حاسس حالي ضايع بنص الموضوع والظاهر انه بيك شايفنا سوا ذاكر المره الماضيه لما طلعنا على بيت الدين
بتذكر شايفني عبطة لفريال، فكر في شيء بيناتنا، هو ما في شيء بيناتنا اساسا. ليك لحظة خاصة بس حب شوزة. فرح؟ فرح شو؟ شو مروان؟ شو عم تعمل هون؟ أنت شو عم تعمل هون؟ فرح مش مثل ما مفكرة. القصة مش مثل ما أنا مفكرة. شو لكان؟ الموضوع مثل ما خبرتك اياه بس شو؟ شو رأيك تخبرها إلها ما دامنا ثلاثتنا على هالطاولة وتعرف شو الموضوع؟ خلينا نمشي. أنا ما كنت قصدي، ما كنت عارفة إنه مروان. ما كنتي بتعرفي شو؟ إنه مروان مجوز ولا إنه مرته حبلة؟ شو؟ أنا معي خبر. عال هلا صرنا ثلاثتنا عارفين، شو بتقترحوا نعمل؟ بعتذر، أنا حامشي. لحظة قبل ما تمشي، في حقيقة كتير مهمة لازم تعرفيها.
أنا مستعدة سامح جوزي على هالهفوة الصغيرة يلي عملها، لأنه بعرف كتير منيح إنه بحبني، وأكيد رح يحب ابنه يلي جاي أكتر من أي شي بالدنيا، ورح سامحه أكتر لأنه خبرني حقيقة يلي عم يعملوا معك. أنت مجرد سلاح سياسي عم يستعمله وليد غصن بوصفة جوزي تيقتل بيك سياسياً، وكل هالغرام والحكي الحلو يلي قال لك يا مروان كله كلام سياسي. يعني ذئب كتير منيح وكتير لطيف، ما كان ياكل لحمة، كان ياكل عشب وحشيش. وبالخعبة كان في بنت اسمها ليلى كتير شريرة، ما كانت تحبه للذئب، كانت كل مرة تطلع تقطش الحشيش كلهم وتقطف الزهور وتخرب الأرض تما تخلي له أكل. جرب هيدا الذئب يمنعها كذا مرة ويقلها أنه أنا عموت من الجوع، أنا بدي أكل، وهي تضل تقطش بهالوردات وتشيل العشب من الأرض وما تخليه ياكل. قرر هيدا الذئب يروح على البيت لعندها عند التيتا تبعها تيقلها انه شو ليلى عم تعمل فيه. راح بالليل تق على الباب، فتحت التيتا الشريره الباب وبس شافت الذئب حملت العصا وصارت تخبطه تخبطه وهو يصرخ وينبشع، وهي تخبطه بالغلط مدري كيف لبطها وقعت على الارض وضربت راسها بالارض وماتت. بس الذئب كتير زعل، شو بده يعمل هلا؟ صار يفكر انه ليلى اذا اجت على البيت وما شافت التيتا شو بدها تعمل؟ كيف بدها تعيش لوحدها بالغابة؟ قرر يفوت على البيت، فتح الخزانة تبع التيتا، أخذ لها تيابها لبسهم وقعد بتخذ محلها. توك توك توك، إجت ليلى، فاتت على البيت ليلى. تيتا تيتا وينك تيتا؟ قربت على التخت، ليلى شريرة طلعت مصبوط هيك، شافت الذئب قاعد. قلت لها أنت مش التيتا، أنت الذئب. وركضت لبرا صارت تصرخ، الذئب أكل للتيتا، الذئب قتلها للتيتا، الذئب شرير، حرام الذئب. صار يبكي وبقيت تصرخ، ومن وقتها صارت القصة هيك لليوم، كل الناس هيك بتخبر. بس هيدي مش القصة الحقيقية. اي بس منا حلوة، ما عجبتك؟ ليلى هي اللطيفة والذئب هو الشرير. هيك بخبروا الناس، بس في ناس تانيين بقولوا عكس هيك، بقولوا إنه ليلى كانت كتير شريرة والذئب كان كتير منيح. شو يعني؟ حبيبي يعني أي قصة بالعالم فينا نخبرها بطريقتين، وبيكون أفضل قبل ما نحكم على الناس نسمع الخبرتين، هيك بنقدر نعرف مين الشرير ومين اللطيف. يلا عنا. وينو بابا؟ بابا مريض شوي، بكرة بتشوفه. وصلتوا لبعض؟ لا على البيت ما تجي، روح دغري لعند رامي، شي تلت ساعة بكون عندك. يلا باي باي باي. بي انا رح اظهر شوي. لوين؟ عند رامي، الشباب عاملين قاعدة ساعتين وبرجع. عند رامي؟ انا هذا الشاب ما بيناسبني تحكي معه. خير بي، سامع شي عنه؟ ايه سمعت انه بحشيش. لا حول الله، بي الناس بتحكي وبتفتري على بعضها، انت شو بدك بالحكي؟ يعني ما بيحشش؟ بيي لو رامي بيحشش انا بعاشره؟ ما عندك ثقة فيي؟ بلا عندي ثقة فيك، بس الاحتياط كمان واجب يا ابني. بيي شيلك من هالموضوع، ما تعتلم. توفيق شو صار؟ بدي احكي مع الامبيرانس، قلت لك على المستشفى ضروري. لا لا حبيبتي ما تترفني. توفيق شو قصتك؟ هي مش اول مره بتنزف. معلش يا حبيبتي، اطلبي الحكيم خليه يجي. يا توفيق بكره على المستشفيات.
وبعد